الحمد لله، بعد ما عملنا اكونت على الجيميل هنبدأ بقى حياتنا على اليوتيوب ونمشي في حياتنا الطبيعية وفي شغلنا الطبيعي واللي هو اليوتيوب. لكن هيجي عليك بعد فترة، بعد ما تجمع بعض المتابعين كده، هيجي عليك حد ويقولك صعب انك تنجح في اليوتيوب من غير ما تظهر في القناة. فعلا هو كلامه صح، ولكن ازاي تظهر بوشك في القناة بسهولة؟ وازاي، ايه هي الجودة اللي انت محتاجها انك تظهر في القناة؟ هيجي حد ويقولك اي جودة عادي، يعني اي موبايل ممكن فعلا انك تستخدمه، كل اللي انت محتاجه الاضاءة بس، وتقدر انك تطلع كونتنت كويس. تمام، انا انت معاك حق، تمام جدا. لكن دلوقتي انا بدأت في اليوتيوب ودلوقتي بمسك ربح وعايز اجيب حاجة اقدر اصور بيها كويس، تقول لي ما تشتري كاميرا؟ هقول لك لا، سيب دي الفيديو لوحدها بقى، هنتكلم عن موضوع الكاميرا ده. لكن دلوقتي انا ما اقدرش اشتري كاميرا، تمام؟ نقول مثلا معيش فلوس كفاية ان اقدر اجيب الكاميرا اللي انا عايزها. طيب هنتكلم دلوقتي على الموبايل، ازاي نجيب موبايل بامكانيات تصويرية ممتازة في الفئة المتوسطة، بلاش نقول في الفئة الفلاجشيب او في الفئة العالية، مثلا فئة ال 5000 جنيه وانت طالع، لا هنخلينا من 5000 جنيه وانت نازل، تمام؟ في الفئة المتوسطة. الموضوع ده ناس كتير قوي اتكلمت في الكاميرا واتكلمت حاجات كتير عن الكاميرا، واي ريفيور بيتكلم عن الموبايل او بيتكلم عن حاجة معينة في الموبايلات بيتكلم عن الكاميرا بشكل عام او بيتكلم عن حاجات معينة في الكاميرا، لكن ما بيتكلمش عن تصوير الفيديو في الاضاءة بتاعت اليوتيوب او بيتكلم عن الفيديو في اليوتيوب عامل ازاي، تمام؟ يعني ما بيتجهش الموضوع الناس اللي عندها كونتنت على اليوتيوب او الناس اللي بتصور فيديوهات بالكاميرا بتاعت الموبايل، ما بيتجهش قوي للناس دي. لو مثلا في فرح مثلا تقوم مصور فيديو مش عارف ايه، في اي مناسبه تصور فيديوهات وكده، لكن الناس اللي عندها كونتنت وعايزين يطلعوا حاجه احترافيه، عمر الناس دي او اي ريفيور ما بيتكلمش عن الموضوع ده. انا النهارده بقى جاي اقول لك، بما اني بدات بكاميرا موبايل فانا لازم اعرفك ايه هي مميزات كاميرا الموبايل اللي انت المفروض تشتريها. اول حاجه لازم تاخد بالك منها هي فتحه العدسه. ايه موضوع فتحه العدسه ده؟ طيب اول حاجه، الموبايل اللي انا بصور بيه اللي هو نوت 3 فتحه العدسه بتاعته 2.2، ده يعني ايه؟ ده يعني انه ما بياخدش كميه ضوء كفايه، ولكن انت شايف الصوره قدامك حاليا مش وحشه، لان انا الاضاءه قدامي مباشره، فعشان كده الاضاءه بتبقى قويه شويه، تمام؟ لان الاضاءه عندي كويسه مش وحشه. لكن لو جبت فتحه عدسه اقل من كده شويه، مثلا 2.0 ولا 1.9، دي هتبقى ممتازة جدا جدا جدا. يبقى أول حاجة لازم تاخد بالك منها قبل ما تشتري أي موبايل، لو عايز تصور بيه صور أو تصور بيه فيديوهات تنزلها على فيسبوك أو يوتيوب أو أي فيديوهات تكون احترافية، لازم أول حاجة تاخد بالك منها هي العدسة، فتحة العدسة دي مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ يعني مثلا فتحة العدسة لما تكون 2.2 هتطلع لك صورة، لو أنت مثلا في إضاءة الشمس هتطلع لك صورة محدودة، هتكون مثلا الإضاءة مش واخده الاضاءه كلها بتاعت المكان، بالذات لو انت بتصور منظر طبيعي هتلاقي الاضاءه عندك باهته شويه. لكن لو فتحه العدسه عندك 1.9 او 1.7 هتلاقي الاضاءه عندك جايه بشكل اكبر بكتير. لو جينا مثلا نقارن بين اثنين فلاج شيب قويين جدا زي النوت 5 والايفون 6 بلس، دول فلاج شيبس بتوع 2016 او 2015 في الحدود دي. المهم لو جينا نقارن بينهم هتلاقي ان فتحه العدسه في النوت 5 اكبر بكتير من الايفون 6 بلس. لو جيت تشوف الصور بين النوت 5 والايفون 6 بلس هتلاقي الموضوع بيفرق جدا جدا جدا، هتلاقي النوت 5 افضل بكتير من الايفون 6 بلس. ده اللي انا اقصده بموضوع فتحه العدسه، بتاخد ضوء اكتر، تمام؟ فتحه العدسه بتاخد ضوء اكتر بعكس فتحه العدسه المحدوده اللي انا بصور بيها حاليا اللي هي 2.2. عشان كده انا قررت اجيب موبايل جديد تكون فتحه العدسه بتاعته اكبر من 2.2، عشان نجرب موضوع فتحه العدسه ده هل هيفرق في التصوير ولا لا. تاني حاجة هي الميجا بيكسلز. موضوع الميجا بيكسلز ده مش بيفرق بشكل كبير جدا، يعني 8 ميجا بيكسل لو إضاءة كويسة هتطلع لك صورة ممتازة، لو 13 ميجا بيكسل إضاءة كويسة هتطلع لك صورة ممتازة، لو مثلا 16 ميجا بيكسل بتصور 4K هتطلع لك صورة ممتازة جدا، تمام؟ فطبعا الميجا بيكسل بتفرق، لكن مش بقوة الفرق اللي بتعمله فتحة العدسة. فمثلا أنا دلوقتي معايا موبايل دلوقتي اللي أنا بصور بيه ده بيصور ب 13 ميجا بيكسل، الكاميرا الخلفيه بتاعته 13 ميجا بيكسل، بتصور بتقنيه الفول اتش دي، ممتازه جدا جدا جدا، لكن زي ما قلنا فتحه العدسه بتفرق، تمام؟ فلو جبنا دلوقتي موبايل زي جراند برايم او اي موبايل 8 ميجا بيكسل هتلاقي ان الصوره هتفرق فرق بس مش كبير قوي، فرق الصوره دي هتبقى مقبوله والصوره دي هتبقى مقبوله، تمام؟ الفرق كله هيبقى فتحه العدسه. وكمان لو جبنا موبايل كاميرته 8 ميجا بيكسل لكن فتحه العدسه بتاعته اكبر من 2.2 مثلا 2.0 او 1.9 او 1.7، هتلاقي ان الاضاءه هنا بتبقى افضل ومش بعيد تكون احسن من ال 13 ميجا بيكسل. عشان كده مش هنطول في موضوع الميجا بيكسل ده كتير، عشان هو فعلا ملهاش لازمه بشكل كبير جدا، ولكن لازم تكون على الاقل 13 ميجا بيكسل. وفعلا
يعني معظم الموبايلات اللي اقل من 5000 جنيه في الفئه المتوسطه كاميرتها 13 ميجا بكسل. في كمان موبايلات من سوني بتكون اعلى من 13 ميجا بكسل بكتير، وهتلاقيها ممتازه جدا معاك في التصوير. لكن هنيجي بقى لتالت حاجه، ودي المفاجاه، البراند. البراند يعني ايه؟ يعني ايه الشركه اللي انت تشتري منها موبايل؟ للاسف 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 انت مضطر تشتري من شركه واحده بس. غريبه صح؟ انا عارف الموضوع غريب بالنسبه لك، ليه شركه واحده؟ فعلا غريبه جدا. انا دلوقتي معايا فلوس 5000 جنيه وعايز اشتري موبايل كويس بكاميرا كويسه، ليه ما اروحش لسوني واشتري موبايل؟ ليه ما اشتريش موبايل وكاميرتين زي الجي ار 5 2017 من هواوي؟ ليه ما اشتريش البيتن لايت تصميم تحفه وكمان كاميرا كويسه؟ ليه ما اشتريش جي ار 3 2017؟ ليه ما اشتريش موبايلات سعرها كويس واقل كمان من الموبايل اللي انا هشتريه وكمان كاميرتها افضل؟ ليه انا ما اشتريش كل الموبايلات دي واجيب برضو سامسونج؟ ليه موضوع سامسونج ده؟ بسبب واحد بس، ليها سبب واحد بس، وده اللي انت مضطر تعمله، الميكروفون الخارجي. ايه موضوع الميكروفون الخارجي؟ الميكروفون الخارجي يا جماعه ما بيشتغلش، او وصله السبليتر اللي بتفصل بين المايك وبين السماعه اللي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، هتلاقيها عندك في اي فوق. الوصله دي ما بتشتغلش على المايك الخارجي اثناء تصوير الفيديو من الكاميرا اب بتاع الموبايلات. هنعيدها مره تانية. انا دلوقتي فتح الكاميرا اب بتاع هواوي، تمام، تطبيق الكاميرا بتاع هواوي، باجي اصور فيديو واشغل المايك، ما بيشتغلش، بيشتغل بالمايك بتاع التليفون بس، تمام. اما السامسونج هي الشركه الوحيده اللي بتقبل موضوع الميكروفون الخارجي اثناء تصوير الفيديو بالكاميرا اب بتاع الموبايل، تمام. هتيجي تفتح كاميرا اب او اي كاميرا او اي يعني اي تطبيق كاميرا على اي موبايل غير السامسونج، هتلاقي برضو الصوت المايك ما بيتسجلش، بيسجل من مايك التليفون، تمام. جربتها مع هواوي بي 10، هواوي بي 10 اللي هو معدل 10000 جنيه، جربتها مع البي 9، جربتها مع الميت 8، جربتها مع الميت 9، جربتها مع كذا موبايل، وبرضو الموضوع وحش جدا جدا جدا. يا للعار هواوي، يا للعار يا اي شركه غير سامسونج، الموضوع غريب جدا. يعني مش عارف ازاي الشركات مش قادره انها تشغل المايك الخارجي او وصله السبليتر. المفروض يا جماعه الحاجات دي مهمه جدا والله، المفروض يشغلوا الموضوع ده عادي جدا، ولكن للاسف الموضوع فعلا مش شغال غير في سامسونج بس. غريب الموضوع ده. يعني انت لو انت هتعمل فيديوهات على يوتيوب هتستخدم مايك خارجي، طبعا انت اكيد هتستخدم مايك خارجي، يعني ما حدش بيستخدم مايك التليفون اصلا، فانت هتيجي تستخدم مايك خارجي لازم هتستخدمه على سامسونج للاسف. يعني دي تعتبر الحاجه الوحيده او الميزه الوحيده في شركه سامسونج عن اي شركه ثانيه، ان هي فعلا بتقبل المايك الخارجي، وبقيه الشركات ما بتقبلش المايك الخارجي، حتى افضلهم وحتى هواوي اللي هي قويه جدا في موضوع الكاميرا وبتبدع بالكاميرات، ولكنها فعلا ما بتقبلش المايك الخارجي. النقطه الرابعه ودي مهمه جدا 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 طبعا لا نريد ان نغفل عنها، وهي الاوتو فوكس. موضوع الاوتو فوكس هو انك تكون بوشك كده ويكون الفوكس على وشك، ما يكونش في مشاكل، مثلا لو رحت كده ورجعت كده تلاقي الفوكس برضو على وشك. انا مش عارف حاليا الفوكس على وشي ولا لا، بسبب ان الموبايل ده الاوتو فوكس بتاعه مش قوي جدا، تمام. ولكن انت محتاج حاجه تكون الاوتو فوكس بتاعها رهيب، رهيب بمعنى الكلمه. دي مثلا كانت موجوده في موبايل زي البيتن لايت، زي الجي ار 5 2017 اللي موجود بدول كاميرا، موجود بكاميرتين وكل الكلام ده موجود، ولكن زي ما قلنا طبعا في النقطه اللي قبل دي ما بيشتغلش مايك خارجي، فعمري ما هقدر اشتري الحاجات دي، تمام. فعلى طول انا اتجهت لموبايل تاني خالص، وهو الجي 7 برايم. طبعا اسئله كتير دلوقتي، ليه انت اتجهت للجي 7 برايم؟ يعني هو كويس في ايه؟ الجي 7 برايم اولا هو سلسله الجي نفسها بتتمتع بموضوع انها بطاريه قويه جدا، كويسه جدا. انا موضوع البطاريه ده بيضايقني جدا لما الاقي بطاريه بتفصل بسرعه كده، فبتضايق كده من الموضوع ده، فموضوع الجي 7 برايم هينفعني جدا في موضوع البطاريه. تاني حاجه عندك الرام 3 جيجا، وده طبعا هيبقى كويس جدا في الاداء معايا كسرعه مالتي تاسكينج. وتالت حاجه عندك المعالج بتاع سامسونج بيبقى كويس جدا برده، صراحه مش فاكر اسم معالج، ولكن هنعمل مراجعه كامله عن التليفون ده اول طبعا ما اشتريه، اول ما هبطل من اليوتيوب يعني واشتري التليفون ده، فان شاء الله هنعمل مراجعه كامله عن التليفون ده وانبوكسنج والحاجات دي كلها. طب تعال نروح لكاميرا الجي 7 برايم. مالها الكاميرا الجي 7 برايم؟ اولا كاميرا الجي 7 برايم 13 ميجا بكسل خلفيه، بتصور بدقه فول اتش دي 1080 بي، و برضو الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بتصور برضو فول اتش دي 1080 بي، فالكاميرا كويسة جدا. فتحة العدسة بقى في الكاميرا دي هي 1.9، بعكس الكاميرا اللي بصور بيها حاليا هي 2.2. فخلينا نجرب موضوع فتحة العدسة اللي هو 1.9 ده، خلينا نجرب نشوف كده الموضوع عامل ازاي، الموضوع هيبقى أفضل ولا لأ. أنا جربت الجي 7 قبل كده 2015، كان معايا فترة جربته وكان كويس جدا في التصوير، ولكن مجربتوش في التصوير في السيت أب وفي الإضاءة دي، ولكن كان كويس في التصوير.
هنعيد كده الكام نقطة اللي احنا قلناهم. أول حاجة يا جماعة، عشان تشتري موبايل حلو تصور بيه فيديوهات، أول حاجة لازم تاخد بالك أول ما تفتح العدسة تكون أقل من 2.0، تمام؟ أقل حاجة 2.0، تكون أقل من كده اللي هو 1.9 أو 1.7، زي مثلا الجي 7 برو الجديد. هو حاليا غالي شوية ب 5200، ولكن هيقل جدا، تمام؟ هيبقى مثلا ب 4500 أو ممكن 5000، لأن هو فعلا يستاهل. 4 جيجا رام و64 جيجا ذاكرة داخلية، هو موبايل كويس جدا يعني، تمام؟ فانا ممكن انصحك بيه، شراء الموبايل ده جميل جدا، جي 7 برو. طبعا لو انت عايز سعر اقل من كده، هو مش قدامك غير الجي 7 برايم. تاني نقطه معانا هي الميجا بيكسل. لازم يكون ميجا بيكسل كويسه، اقل حاجه تكون معاك 13 ميجا بيكسل اقل حاجه، تمام؟ طبعا تالت حاجه زي ما قلنا هي البراند، انها تكون سامسونج. ما تشتريش غير سامسونج لو انت هتستخدم مايك خارجي. عندك انت حلول تانية للمايك، انك مثلا تحط المايك في جيبك او حاجه تسجل منها، حاجه خارجيه تسجل منها يعني، فبراحتك. ولكن انا بفضل الصراحه ان انا اسجل صوت وصوره من موبايل واحد. رابع حاجه طبعا هي الاوتو فوكس. طبعا الاوتو فوكس بتاع الجي 7 برايم كويس جدا جدا جدا. شوف، ممكن تشوف الفيديوهات على النت يعني. هو اكتر حاجه بتمتع بيها الجي 7 برايم هي الكاميرا اساسا، فهتكون كويسه جدا معاك. فالجي 7 برايم كويس جدا واختيار كويس، موجود في مصر ب 4000 جنيه مصري. هسيب لك رابط اسفل الفيديو ممكن تشتريه، فكويس جدا وان شاء الله يعجبكم. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناه من زر اسفل الفيديو، هتلاقيه لونه احمر كده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب. يا ريت تعمل سبسكرايب القناه، كنت استفدت من الحلقه دي. كان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. شوف الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.